أهلا بكم، لقاء مهم جدا مع قمة جراحية عالمية كبيرة في عالم الناس الحلوة. والدكتور النهاردة قمة الحوار، وخصوصا كمان في شهر الصيام، الأستاذ الدكتور إسماعيل شفيق رئيس قسم جراحات القولون والشرج بكلية الطب جامعة القاهرة، والأستاذ لجراحات القولون والشرج بكلية الطب جامعة القاهرة، والرائد القدير على مستوى مصر والشرق الأوسط في علاجات أمراض القولون والشرج وأمراض الحوض. أهلا بك يا أستاذ، لنا شرف كبير هذه الزيارة الجميلة. كل سنة وحضرتك طيب. وعليكم السلام والسلام. مجموعة أسئلة هتبدأ بكلمة يتساءلون. طبعا اللي بيتساءلون ده معظمهم مرضى. فأنا هبدأ الأول بيتساءلون خاص بمرضى القولون اللي يعانوا من سرطان، فيه سرطان القولون، دول داخلين بقى على مرحلة علاج قد تتوب، فبيمروا بشهر رمضان كلهم بيسألوني يتساءلون هل يستطيعون الصيام أم لا. في الأول أنا أحب الناس تعرف أن السرطان مرض زي أي مرض، وان هو يعني ما يتخوفش منه بهذه الدرجه، وانه حوادث العربيات والانفلونزا بتصيب بتؤدي لوفيات يمكن بارقام اكثر من كده. المريض ما قبل العلاج السرطان بيبقى عنده حاجه من اتنين موجوده، يا اما عنده اعراض او ما عندوش اعراض. ففي ناس تستغرب قوي تقول يعني ايه ما عندوش اعراض؟ في واحد يبقى عندوش اعراض نهائي للاورام وعنده ورم كبير ويكتشف بالصدفه، يبقى جاي بيشتكي من موضوع تاني مثلا في البول، ونكتشف واحنا بنعمل اشعه ان في سرطان قولون وهو بيشتكي من حاجه في البروستاتا وليس لها علاقه بالقصه، وده بتلاقيه صايم ومؤدي حياته كله عادي جدا، فبالتالي دول ما بيبقاش لهم التاثير. في واحد بيجي بقى بحاله اعياء شديده، ده اساسا غير قادر على ان هو يصوم، أو بيجي بمضاعفات زي اللي عندهم انسداد معوي نتيجة إن الورم كبر، فده ما يقدرش إن هو يصوم لأنه محتاج تغذية معينة. أثناء العلاج بقى إحنا هنمشي بقى في مرحلة العلاج، مرحلة العلاج بتمر بعلاج التكميلي اللي هو الكيماوي والإشعاعي أو كيماوي بس، وبعد كده بيخش في مرحلة العمليات، وبعد كده بيخش في علاج تاني كيماوي ما بعد العملية. قبل وأثناء وبعد. قبل وأثناء وبعد. المرحلة دي مستحيل ينفع يصوم. المرحلة العمليات. العلاج الكيماوي قبل وبعد، والعملية في النص. دول مستحيل ينفع يصوم نهائي نهائي. دي فترة مهمة. طب يبتدي يصوم إمتى بعديها؟ فترة الاستشفاء ما بعد هذا العلاج بتتراوح على الأقل من 30 ل 90 يوم. عشان يقدر يرجع يستعيد قواه تاني وجسمه يبني مرة أخرى، ومع الحفاظ أن ما يكونش حصل أي مضاعفات لا من الكيماوي ولا من العملية. يعني لو خرج من الكيماوي بدون مضاعفات وخرج من العملية بدون مضاعفات، هنا الاستشفاء هيمشي في مرحله الجيدة، في خلال 90 يوم هيستشفى كويس قوي. لو دخل رمضان معاه على اليوم 95 أو 100 يقدر يصوم، بالعكس هيفيده الصيام هنا بقى. طيب احنا جبنا سيرة الانسداد المعوي، خصوصا قد يكون مزمن هذا الانسداد المعوي. yes. يعني مش يكون انسداد كامل، بارشل مثلا. صح. يصوم ام لا؟ الاكتر حاجة بتواجهنا واشهر نوع انسداد هو انسداد بتاع الالتصاقات، الاديزيف سينس فراكشر. ده اي عملية بتتعمل عادة بيحصل بعديها شوية التصاقات، والالتصاقات دي بتبقى عاملة زي السويتش اون اند اوف، بس هو بقى بمزاجه يقفل شوية وساعات يفتح شوية ولوحده. ده الانسداد. الانسداد واحنا بنخاف نتدخل فيه، لان التدخل فيه هيعمل لك التصاقات اكتر، فتدخل تاني هتعمل التصاقات تاني. يعني التدخل فيه بيبقى يدوبك في حدود ضيقه جدا وفي ظروف معينه. الناس دي هي اما بتجيلهم الاتاك او الصدمه او الاحساس بكده بيعرفوه، دول في هذا الوقت لازم ما يصوموش، لكن قبلها وبعدها يصدر ان هو يصوم بطريقه طبيعيه جدا. حالات السقوط الشرجي، ودي حالات موجودة كتير. حالات السقوط الشرجي بيعاني من حاجتين، يا تسيب في البراز يا امساك مش عارف يخرج، يا تيجي السقوط ده يروح قافله، يا السقوط ده يروح فاتح العضلة بشكل ما فأكنها مش موجودة، كأننا حاطين دعامة بلاستيك وسايبينها في الشارع، ففتحنا الشرج وسيبنا الدنيا ماشية. دول يقدروا يصوموا عادي جداً، لأن مشاكلهم ملهاش علاقة لا بالأملاح اللي في جسمهم
ولا بمشاكل كبيره، لان هو اول ما بيدخل الـ الـ السقوط بيبتدي يقدر يتبرز عادي، بيقدر يعمل عادي، ولكن وقت السقوط هو دي المشكله اللي بتحصل. التهابات المستقيم، التهابات المستقيم حاجات كتير جدا، بتبتدي بان الشرخ ده البسيط ده التهاب في المستقيم، الناسور التهاب في المستقيم، الكرونز بيجي التهاب في المستقيم، الالستيف كولايتس اللي هو تقيحات القولون المستقيم بتيجي بتصيبه، للامراض اللي هي البكتيريه والفيروسيه اللي بتيجي من السكشوال ترانسميتد ديزيز، للحاجات ان هو بيبقى فيه عنده قرحه سوليتري ريكتال ألسر، ده التهابات في المستقيم، للالتهابات الغير معلومه الايديوباثيك انفلاميشن، او الالتهابات اللي بتيجي نتيجه تعرضه لاشعاع ذري مثلا، اخذ راديو ثيرابي على المنطقه دي فعملت له التهابات مزمنه ما تروحش. دول مشكلتهم في الالم. الالم بتعبهم قوي. لو هو الالم مش موجود والتنزمس او اللي هو على طول عدم الارتياح ودخول ورايح جاي رايح امام ده مش موجود في الاكيوت اتاك، ده يقدر يصوم. ما كانش لا، يفضل ان هو ده ما يصومش. المرضى اللي بيعانوا من نزيف شرجي، النزيف لو نقاط بسيطه لا خلاص، لكن في ناس بقى بيبقى نزيف حنفيه ده مستحيل يعني فيصوم، ونرفض ان هو يصوم نهائي، لان النزيف ده هوت اوريدي بتلاقي الهيموجلوبين بتاعه هو بيبقى بتاع 7 8، الهيموجلوبين ساعات يبقى اقل من كده، بس اغلبهم دايما بيبقى عندهم ازمان في النزيف، فبيبقى دايما اللي عندهم انيميا حاده، ويبقى صوره الدم بزيتش الهيموجلوبين عن 8 9. وما بيبقاش عندهم اعراض على فكره، يعني ما بيشتكيش من حاجه، بيبقى خلاص تكيف، عنده فانكشن ادابتيشن، عشان هي جراديوال كومبنسيشن، فبتدي فرصه للتكيف في الاعراض، بقى طبيعي. يعني مش زي الحاد، النزيف الحاد هو اللي يعمل اعراض مشكله. الافرازات الشرجيه، افرازات الشرجيه فيها منها نوعين، في افرازات بسيطه وفي افرازات عنيفه اكستنسيف. يعني في ناس بتوع الـ ترجع تاني للالتهابات القولون، الانفلاماتوري باول سندروم، التهابات القولون ده في منهم ناس تنزل المخدة زي الحنفيه، حنفيه مفتوحه، ده لا يمكن يعرف يصوم. الناس اللي عندهم ناسور عامل غرفة كبيرة وبجمع وبتنزل كميات ضخمة جدا، ما ينفعش يصوم، ده بيوصل ان هم يلبسوا حفاظات. لكن اللي هو بيبقى في حدود في اليوم من 50 ل 100 مللي ده يقدر يصوم عادي جدا. التسيب البرازي، بص التسيب البرازي الصيام ده هيريحه قوي. يعني انا بنصحه يعمل ايه؟ يعمل حقنة شرجية الصبح لغاية طبعا ما ياخد علاج كامل، او يشوف حلول يعني، ويشوف السبب، ونشوف السبب، ياخد حقنه شرجيه ينظف بيها القولون ويصوم، مش هيجيله تسيب ال 24 ساعه نهائي. خلينا اقول انه اكيد حضرتك اعطيت يعني مرجعيه كبيره، ويمكن اكبر مرجعيه لعلاقه الصيام بالحالات الجراحيه، فكل اللي فايته يعني علاقه الصيام بالحالات الجراحيه لازم يرجعها على اليوتيوب، هيلاقي حلقات مميزه للغايه، عدد مهم في كل الحالات الجراحيه في الجهاز الهضمي وعلاقتها بالصيام. نورت وشرفت. شكرا جدا. الاسم العالمي الكبير استاذ الدكتور اسماعيل شفيق، رئيس قسم جراحات القولون والشرج بكليه الطب جامعه القاهره، استاذ جراحات القولون والشرج بكليه الطب قصر العيني، والرائد القدير على مستوى مصر والشرق الاوسط، وواحد من الاسماء العالميه في مجال الشرج والقولون وامراض المستقيم، كان ضيفنا في الدكتور والناس الحلوه. جفاف العين يا جماعة مشكلة، يعني اللي عندهم جفاف العين على فكرة مشكلة مزعجة جدا. لا أقدر أقول لك بنسبة تقريبيا كده بنسبة 80-90% من الشعب المصري بيعاني من جفاف العين، وما بيتعالجوش من جفاف العين، يعني هو بيعاني من أعراض جفاف العين وما بياخدش العلاج بتاعه بصورة كافية. المريض اللي عنده جفاف العين بيبقى عنده دايما التهابات متكررة من الجفاف بتاع العين، وفي نفس الوقت التهابات ميكروبية علشان خط الدفاع الأساسي بتاعه ما بقاش موجود.